الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدًا أحمد عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم خصوصا على خير البشر بعد الأنبياء بالتحقيق قاتل الكفرة والزنديق أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعلى مزين المنبر والمحراب الذي كان رأيه موافقا بالحق والكتاب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعلى كامل الحياء والإيمان الذي جمع في زمانه القرآن أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وعلى مظهر العجائب والغرائب أسد الله الغالب أمير المؤمنين وإمام المسلمين سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه وعلى الإمامين الهمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى بنات النبي صلى الله عليه وسلم زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة رضي الله تعالى عنهم وعلى الستة الباقية من العشرة المبشرة وسائر المهاجرين والأنصار رضوان الله تعالى عنهم أجمعين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارحم أمة محمد اللهم اغفر أمة محمد اللهم اصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم اجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم يا ذا الجلال والإكرام إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون